ما هو سر كثرة الابتلاء بالنسبة للمؤمن؟ نرى من حولنا الكثير من الملحدين، الكثير من الغافلين عن ذكر الله، الكثير من العاصين لله، الكثير ممن ضلوا عن سبيل الله يرزقهم الله، لديهم الصحة والقوة والعافية وأحيانا الشهرة والسلطة والمال، يعني الدنيا فتحت أبوابها لهم. بالمقابل نرى إنسان مؤمن يعبد الله، يخاف الله، ينزل عليه البلاء، يصب عليه البلاء صبا. طيب هل هذا دليل أن الله لا يحب هذا المؤمن ويحب ذلك الغافل؟ طبعا لا يا أخي. هذه القضية يجب أن ننظر إليها أيها الأحبة من وجهة نظر نبوية. يعني النبي كان كيف كان ينظر إلى البلاء؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام كيف كان يعمم بين الصحابة رضوان الله عليهم ثقافة البلاء؟ البلاء أيها الأحبة هو شيء جميل، هذا في البداية أود أن أقول لكم، عندما يطلع الله على قلوب العباد فيرى عبدا من عباده فيه إيمان، فيه إخلاص، فيه حب لله، فيه تواضع، فيه صفة يحبها الله، الله هو أعلم بها، هو الذي يطلع على القلوب فقط، لا أحد يستطيع أن يعلم ماذا في قلوب العباد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الخالق العظيم الذي يطلع على قلوب عباده يختار بعضا من عباده لخصائص هو يعلمها، كما اختار سيدنا محمد، اطلع على قلوب العباد لم يجد أنقى ولا أطهر ولا أطيب ولا أشد إخلاصا من قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فاختاره الله لهذه الرسالة العظيمة وابتلاه الله كثيرا. أكثر إنسان أوذي في الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر إنسان استهزئ به على مر البشرية كلها هو النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا أحبتي في الله، اليوم نحن الآن في القرن 21، دول من أوروبا مثل الدنمارك وغيرها وفرنسا وكذا يرسمون رسوم مسيئة لهذا النبي، يستهزئون بهذا النبي، هذا أذى حتى الآن، والنبي انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أكثر من 1400 سنة ولا زال يبتلى حتى الآن، يؤذى ويستهزأ به عليه الصلاة والسلام. بالأمس في الهند استهزأوا به، الملحدون اليوم يعملون ليلا نهارا من خلال الإعلام العالمي على تشويه صورة هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. هل هذا دليل أن الله لا يحب حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، أم أن هناك حكمة عظيمة نحن نجهلها؟ إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ثقافة البلاء عندما يؤكد أن أشد الناس بلاء هم من الأنبياء. أكثر إنسان ابتلي على وجه الأرض هو النبي، النبي محمد والأنبياء أولي العزم وبقية الأنبياء والرسل، كانوا أشد الناس بلاء، ثم الصالحون المتقون الذين يحبهم الله. ما هو الابتلاء أولا أيها الأحبة؟ دعونا نعرف الابتلاء، لأن البعض يظن أن البلاء هو شيء سيء، يقول يا رب أنا ماذا فعلت حتى تحرمني من ابني؟ ماذا فعلت حتى تأخذ قرة عيني؟ ماذا فعلت حتى تضيق رزقي وتعطي فلان؟ ماذا فعلت حتى تنزل علي المرض تلو الآخر؟ هذا الدماغ الذي يفكر بهذه الطريقة أيها الأحبة استحوذ عليه الشيطان، هذا تفكير شيطاني، يريدك أن تعترض على قضاء الله عز وجل. ولكن المؤمن يتنبه، يتذكر حياة حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي مرض وأوذي واستهزئ به وصبر كثيرا، وأرادوا قتله وأرادوا المكر به واتهموه في عرضه، يعني لم يتركوا شيئا من أنواع الأذى إلا وآذوا به هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. على الرغم من ذلك كان يخاطب ربه ويناجي ربه، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، المهم أن تكون راضي يا رب. هذا لسان حال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحال أنا أريد أن تصل لك أخي الحبيب، أريد لسان حالك يقول يا رب مدام هذا يرضيك فأنا راض وأنا مطمئن، والمهم ألا تغضب علي، المهم أن تكون راض علي. الحقيقة هذه القضية أيها الأحبة
تغيب عن كثير من الناس الذين ابتعدوا عن القرآن، ابتعدوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ابتعدوا عن منهج النبي، عن أخلاق النبي، عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حبيبكم عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الله يكتب للعبد منزلة كما في صحيح ابن حبان لا يبلغها بعمل، يعني إذا صلى لا يبلغها، إذا صام لا يبلغها، إذا أنفق الملايين، منزلة عالية في الجنة أيها الأحبة، عالية جدا لا يبلغها بعمل. طيب كيف يبلغه هذه المنزلة؟ فيبتليه بما يكره. دققوا معي على هذه الجزئية. إنسان يكره الموت، يبتليه بالموت، يأخذ ابنه، أخاه، أباه، زوجته إلى آخره. يكره الظلم، يبتليه بظلم، يظلم. يكره المرض، يبتليه بمرض، فيبتليه بما يكره. حتى وهنا حتى إذن لدينا سلسلة من البلاء، لا تقل لماذا البلاء يأتي متتابعا، لا، حتى يبلغه إياها. إذن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لنا أيها العبد المبتلى، هناك منزلة في الجنة تنتظرك، ولكن هناك سلسلة من الابتلاءات ستبتلى بها حتى تصل هذه المنزلة. طيب أنا كيف أعلم أن هذا ابتلاء وليس استدراج وليس فتنة وليس عذاب ولا؟ المقياس أخي الحبيب، هل أنت ترضى وتصبر وتشكر وتحمد الله؟ هذا هو المقياس. إذا كنت ترضى بهذا البلاء وتعتقد أنه لا يكشف البلاء إلا الله، هذا ليس كلامي أخي الحبيب، هذا كلام الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الضر قد يكون مرض، قد يكون أذى، قد يكون إنسان يتهمك تهمة باطلة، قد يكون ضيق في الرزق، قد يكون مشاكل أسرية، مشاكل زوجية، مشاكل في العمل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه القناعة يجب أن تكون عندي وعندك حتى ترتاح نفسيا. إذن هذا البلاء الذي ينزله الله على عبده، الهدف منه أن يطهره من الذنوب وأن يرفع درجاته يوم القيامة في منزل الله أحبها له. طيب من الذي يكشف البلاء؟ هو الله. والدليل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب لماذا أصابني الله بهذا البلاء لم يصب به غيري؟ الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا أنه هو من يصيب بالبلاء، وهو الذي يصرف البلاء، وهو الذي يصيب بالخير، وهو الذي يصرف الخير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بالمقابل ماذا تذكر؟ وإن يردك بخير فلا رد لفضله. إذا كان هناك خير سينزل عليك كتبه الله لك، لا أحد يرده، لا تقلق. قد يكون البلاء من أعظم أنواع الخير. لماذا؟ سأقول لكم أيها الأحبة. أنت اليوم إذا جاءك مبلغ من المال، هذا المبلغ سيذهب، حتى لو كان مليارات سيذهب مع الدنيا، سيختفي مع الدنيا، وستحاسب من أين اكتسبته وفيما أنفقته. طيب إذا أصابك بلاء، ثواب هذا البلاء لن يذهب، سيبقى، ولن تحاسب على البلاء. يعني لن يحاسبك الله على أن أصابك البلاء، لأنه هو الذي ابتلاك. ولنبلونكم، صيغة يعني تعظيم لله، نحن يعني الله هو الذي يبتليني، وليس فلان أو فلان. إنسان أصابه مرض، وباء معين، عدوى معينة، إنسان أصابه مرض قد يكون مميتا. طيب لا تقل فلان وفلان وفلان، الله هو الذي ابتلاني. ولنبلونكم، لم يقل يبلونكم فلان أو فلان، لا، الله هو الذي يبتلي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن الله يريدك أن تصبر، ليقال لك يوم القيامة، الملائكة عندما تدخل الجنة سيقال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لذلك أخي الحبيب، أنا أريدك أن تنظر دائما للآخرة، اترك الدنيا. إذن أخي الحبيب، اعتبر أن كثرة البلاء أولا دليل على إخلاصك وإيمانك ومحبتك لله وأن الله يحبك. ما دمت تصبر وترضى وتحمد الله سبحانه وتعالى وتحرص على رضا الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.